السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. وانتم ما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، فبزاف منكم اللي كيطلبوني على وصفات لتبييض المناطق الحساسه، لان كاين بزاف الوصفات لكن ما كتعطيش النتيجه، لان بزاف اللي كيكتبوا لي في التعليقات بغينا شي وصفه مضمونه. اليوم جبت لكم السر باش غادي تخلصوا من سواد المناطق الحساسة ومن الزروقية اللي كتكون في المناطق الحساسة بوصفات، يعني جوج ديال الوصفات سهلة وبمكونات، يعني كلكم عندكم هاد المكونات. هاد الوصفة يعني من أسرع الوصفات اللي كتعطي نتيجة، وغادي تجربوها وانتوما حكموا على النتيجة ديالها، فأي وحدة جربتها غادي تشكرني عليها. مهم، غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات. هاد جوج وصفات ضروري ديروهم بجوج. مهم، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تمشيو فين، تابعوا الفيديو حتى الاخر. وما تنساونيش احبابي من اللايكات ديالكم، شجعوني بلي لايك، فباللايك هو باش الفيديو كيتشاف وكيشوفوه ناس اخرين، كيطلع عندهم باللايكات ديالكم. وخليوا لي شي تعليق زوين، وغادي نبداو على بركة الله في الوصفة الاولى. غادي نحتاجو فيها الصابون البلدي كيف ما كتشوفوا معايا. فهاد الوصفه غادي نديروها وغادي نقول لكم الطريقه ديالها من بعد ما نحضر ان شاء الله الوصفه. هذه الوصفه الاولى، ومن بعد غندوزو الوصفه الثانيه. غادي نحتاجو فيها الصابون البلدي، غديروا الكميه اللي بغيتو، فكل وحده غدير القياس اللي بغات. غادي نستعمل انا هنايا تقريبا واحد الملعقه كبيره عامره، وغنزيد عليها العصير ديال الليمون او الحامض. بالنسبه لعصير الليمون غني بلا فيتامين سي وبحمض وبالاسيد سيتريك، اللي هو واحد العنصر مبيض بزاف يعني للجسم ككل. غادي نعصروا عليه واحد نص حامضه، يعني هذه الكميه اللي درت ديال الصابون البلدي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. صافي، وغادي نحركو مزيان هاد الصابون البلدي. فسمحوا لي بزاف لانني كنحاول ما امكن ندير لكم شي فيديوهات يكونوا بجوده عاليه بالنسبه للاضاءه، ولكن هاد الايام الجو شويه بحال كاين الغيوم، ما كاينش الضو، فالصوره كتبان بحال يعني ما واضحاش. غادي ان شاء الله نشري واحد شي حاجه يعني اللي تعطيني الضوء ان شاء الله. غادي ناخد عما قريب اللي كتكون كدير الاضاءه. المهم، غادي نخلطوا هاد المكونات هادو كيف ما كتشوفوا معايا بجوج، وغادي نزيدوا عليهم واحد المكون اللي ساهل يعني متوفر، النيله الزرقاء. هذه متوفره حتى، يعني لو ما كانش عندكم راها كتباع عند مالي الماكياج، يعني المحلات الخاصه ببيع مستلزمات او الماكياج، يعني المواد التجميليه. هاد النيله الزرقاء كتباع على شكل بودره، وكتباع على شكل بحال الحجيرات كتدقوهم او كطحنوهم. المهم راها كاينه، والثمن ديالها راه مناسب، يعني كتباع حتى بالعبار، هاي 5 دراهم، راه تعطيك واحد الكميه اللي ديري منها شحال ديال المرات، يعني ماشي غاليه. بالنسبه للنيله الزرقاء، شو هاد الوصفه البنات راه تنضمن لكم النتيجه مليون في المئه، لانني مجرباها. هادو 3 مكونات كيف ما كتشوفوا معايا في الوصفه الاولى، 3 ديال المكونات في الوصفه الاولى، لكن النتيجه ديالها يعني كي كديريها وكتحيديها تيتبان لك ديك البلاصه اللي درتي ليها هذه الوصفه، يعني بياضت، ما كتبقاش ديك التصبغات، الخلايا ديال الجلد الميته، اي حاجه اي حاجه عندكم هتحيد، يعني ديك الزروقيه اي حاجه كتحيد. غير هذه الوصفه ديروها كيف ما انا مشاركاها معاكم. صافي، غنخلطو مزيان حتى داك الصابون البلدي يبان لكم داب هنايا في هذه الوصفه هذه. وهذه الوصفه غادي نطبقوها على اي منطقه، ممكن ديروها للعنق، ديروها الرقابه، ديروها الدلعاوات، اليدين، ديروها الركابي، الرجلين، ديروها السيقان، ديروها الابطين اللي عندكم فيهم الزروقيه. راه ما نعاودش ليكم الابطين ديالكم كيفاش غادي يوليو، غادي تصدموا في النتيجه ديال هذه الوصفه. هي سهله ولكن النتيجه ديالها زوينه بزاف بزاف، لان النيله من الحاجات يعني اللي كيستعملوهم بزاف العرائس، يعني النيله كتعطي واحد التفتيح سريع لاي منطقه في الجسم. المهم، هذه الوصفه الاولى
غادي ديروها وتخليوها يعني حتى ل 30 دقيقة، يعني حتى نص ساعة، كل ما خليتيها كل ما عطاتك نتيجة. فانا بصراحة كنديرها رجلية، راه كنخليها واحد 3 ساعات، كنخليها بزاف، وكنديرها حتى يعني العنق ديالي. مهم ديروها لاي منطقة وخليوها، وملي يعني تشلوا تغسلوها، تغسلوا مزيان بالماء، تحيدوها، غادي تحكوا بالكيس او بالليفه وشوفوا الخلايا ديال الجلد الميته اللي غادا تحيد. كاع داك الجلد الميت غادي تحيد، الاوساخ كل شيء غادي تحيد، وديك البلاصه اللي غديروا ليها هاد الوصفه غادي ترجع كتشعل بالبيوضه كتشقشق. المهم دابا غندوزو للوصفه الثانيه اللي غادي نديروها ان شاء الله من مور هاد الوصفه هادي. غادي نحتاجو فيها الكينطه البنات. كينطه غادي نديرو هاد القياس، انتم كتشوفوا معايا بحال هكا، المهم على حسب المناطق اللي غتستعملي ليهم هاد الوصفه البنات، بهاد الشكل هذا. وغادي نزيدو عليها الحامض او الليمون، يعني غتزيدو عليها الحامض البنات او عصير الليمون. من طبيعه الحال هاد الوصفه الثانيه راه ساهله كيف ما شفتوا معايا، فيها كينطه هادي راه كدير 13 درهم البنات، يعني الكبيره راه كدير ما نعرف واقيلا 25 درهم، ولكن المهم هادي راه الصغيره راه هي راه فيها بزاف، يعني غتجي لكم بزاف وبزاف ماشي غير شويه، والثمن ديالها 13 درهم، يعني راه رخيصه. تتاخذوا هذاك الكينطه البنات هانتوما بهذا الشكل، وكديروا هكا في شي حاجه بحال هكا في شي زليفه، وكديروا عليها الحامض. هي ما كتخلطش مع الحامض، يعني ما غاداش تخلط مع الحامض، ولكن نتوما غتهزو كينطه وتهزوه مع هذاك العصير ديال الليمون، وغادي بحال تفركو بها ديك المنطقه اللي عندكم فيها التصبغات، يعني مور هذه الوصفه. ولو هذه الوصفه غتعطي نتيجه غتزيدوا الوصفه الثانيه، لان هي اللي غتخلي لك الجسم ديالك زوين بزاف، وغتخلي ان ديك النتيجه الاولى غادي تزيد يعني التفتيح غادي تزاد، يعني بزاف غادي تزاد، والنتيجه غتبان لك اكثر واكثر. يعني غادي تدهني بها ديك المنطقه اللي عندك فيها التصبغات، يعني بحال الركابي مثلا او العنق ديالك او الرقبه او اي منطقه، وغادي ديريها بحال هكذا. هانتوما البنات انا نوريكم، غديروها بحال هكذا البنات هانتوما. راه واخا ما كاينش صراحه، ما كاينش الاضاءه، حتى اليدين ديالي كيبانوا زرقين حيت الاضاءه ما كايناش. المهم غديروها بحال هكذا هانتوما البنات، غديروا الكينطه وديروا معاها حتى داك العصير ديال الليمون، وغادي بحال تمحكوا بها هذيك المنطقه، بحال تماصيو بها او بحال ديروا بحال واحد التدليك لديك المنطقه، وغادي تخليوها ليله كامله، يعني خليوها ليله كامله، ولا غدا ليه تغسلوا بالماء دافي، يعني الماء دافي والصابون بطبيعه الحال، باش هذه الكينطه حيت بحال نقولوا حنايا كتلصق، راكم عارفين حتى الثوب كتبقى فيه بيضه، يعني ما كتبغيش تحيد. غادي تغسلوا بالصابون والماء دافي، ومن بعد غتبقاو تستعملوا غير هذه الوصفه هذه ديال الكينطه وديال الحامض. اما بالنسبه لهذه الوصفه هذه اللي فيها النيله وفيها الصابون البلدي، غادي تستعملوها 3 مرات في السيمانه البنات، ولكن راه من اول استعمال راه كتبان لكم النتيجه، يعني الا بغيتو ديروها غير مره ماشي مشكل، على حسب يعني انتي وشحال بغيتي تعاودي تستعمليها. المهم هذه هي الوصفه البنات، غديروها بحال هكذا هانتوما. انا بغيت هنايا نوريكم باش تعرفوا كيفاش غتستعملوها، تستعملوها بحال هكا وديروا معاها العصير ديال الليمون، تدلكوا بها ديك المنطقه هذيك وصافي، وتخليوها ليله كامله. وهاد الوصفه من اسرع الوصفات اللي شاركت معاكم، لانني مجرباها، داكشي علاش بغيت نتقاسمها معاكم. نتمنى ان شاء الله هالوصفات تعجبكم وديروها وتفرحوا ليا شويه براسكم، وتنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم وعلى المتابعه وعلى التعليقات الزوينه وعلى كل شيء اللي غيخطيكم عليا. اللي بغات شي وصفات خليها ليا في التعليقات، ان شاء الله نشاركها معاكم بكل فرح. وما تنسوش دوزوا عندي المنتدى، بقاو تشوفوا الاقتراحات اللي انا كنشاركهم معاكم، صوتوا لي على الوصفه اللي بغيتو، كلكم ديروا هجوم على الوصفه اللي عجباتكم، وان شاء الله نشارك معاكم كل الوصفات اللي نتوما محتاجين. صافي البنات، هادو هما المكونات، وهذه هي الوصفات اللي قلت لكم، هما ساهلين كيف ما شفتوا معايا، جو 3 المكونات مع جوج المكونات، لكن راهم يعني فعالين في ازاله يعني التصبغات وكل شيء.
بالنسبة لهذه الوصفة هذه الأولى ديال الصابون البلدي مع الحامض، من احسن ما ديروهاش الوجه ديالكم فيها الحامض بكثره، مخلطه بالحامض ما ديروش لوجهكم غير العنق والرقبه والجسم ديالك ككل. صافي، هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وتهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد ومع وصفه جديده، وفي امان الله.